حصاد إخباري جديد من الفلوج أينما كنتم، حياكم الله. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ الحصاد بالعناوين. اسمع على جنب، اسمع اسمع، النائب الأول انسحب من الجلسة. اسمع، 166 احنا في الإصلاح. خلافات ومشادات داخل البرلمان تتسبب بتأجيل التصويت على إكمال الكابينة الوزارية. عبد المهدي يحمل البرلمان مسؤولية عرقلة تمرير الوزارات ويؤكد لن نقدم قوائم وزارية جديدة. اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بعرقلة تمرير الكابينة الوزارية وتحذيرات من فوضى مقبلة. نار التظاهرات في البصرة تشتعل من جديد، والقوات الأمنية تفرق احتجاجات أمام مجلس المحافظة بالقوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أخفق مجلس النواب بعقد جلسته المخصصة للتصويت على إكمال الكابينة الوزارية بعد حضور رئيس الوزراء والمرشحين الثمانية إلى قبة البرلمان، فيما رفعت رئاسة البرلمان الجلسة إلى الخميس المقبل. وقال مراسلنا في البرلمان إن الجلسة التي كان مقررا لها أن تنعقد في 12 من ظهر اليوم لم يكتمل نصابها القانوني، وذلك بسبب مقاطعة كتل سياسية لها وجلوس معظم النواب في كافيتيريا البرلمان، لافتا إلى أن مشادات كلامية حصلت بين بعض النواب في الكافيتيريا على خلفية الاعتراض على بعض المرشحين للوزارات الشاغرة. هذا وشهدت لحظة دخول النواب إلى قاعة البرلمان لعقد الجلسة فوضى كبيرة، فيما تسلق بعض النواب طاولة رئاسة المجلس لإثارة الفوضى وسط القاعة ومنع انعقاد الجلسة. وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد إثارة الفوضى من قبل أعضاء في البرلمان أثناء محاولة رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة، حيث وثقت كاميرات هواتف عدد من النواب صورا تظهر الفوضى الكبيرة داخل قاعة الجلسة ومحاولة بعض النواب التشويش بهتافات مختلفة لمنع انعقاد الجلسة، ما تسبب برفعها إلى وقت آخر. ما أكون نصاب بعد الاعتراض وبعد انسحاب ثلاث نواب بما فيهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب أصبح النصاب 165، إذن النصاب غير متحقق لغاية هذه اللحظة. وحضر إلى مجلس النواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمرشحون الثمانية للوزارات الشاغرة قبل أن يغادروا المجلس بسبب عدم انعقاد الجلسة على خلفية الخلافات على المرشحين. وأكد مراسلنا داخل البرلمان أن عبد المهدي حضر إلى مجلس النواب وبصحبته أسماء المرشحين لكابينته الوزارية، إضافة إلى حضور جميع المرشحين الثمانية، وذلك قبل أن يغادر الجميع مبنى المجلس بعد مقاطعة عدد من الكتل السياسية للجلسة، ما تسبب بعدم انعقادها. فيما أكد أعضاء في البرلمان احتمالية تكرار أحداث اليوم في جلسة الخميس المقبل ما لم يتم التوافق على الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية.
حمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مجلس النواب مسؤولية فشل إكمال كابينته الوزارية في جلسة اليوم. وقال عبد المهدي في مؤتمره الأسبوعي إن الفوضى في مجلس النواب حال دون إكمال تشكيلة الوزارية، وهو بانتظار أن يحدد المجلس موعد لجلسة استكمال الوزارات بعد الاتفاق على أسماء المرشحين، كما أنه لن يقدم قوائم وزارية إضافية. وأضاف عبد المهدي إن الوزارات بالوكالة لن تحدث فراغا إداريا، والأمر تكرر في الحكومات السابقة. وأكدت وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترشيح 8 أسماء لشغل الوزارات الشاغرة في كابينته الحكومية، فيما أشارت الوثيقة إلى تراجع عبد المهدي عن الاستقالة والاستمرار بما وصفه بالمعركة وإنه لن يهرب منها. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الفلوجة، فإن الأسماء المرشحة هم كل من فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربة لوزارة الدفاع، ونور الدليمي لوزارة التخطيط، وصبا الطائي لوزارة التربية، فيما رشح دارا نور الدين لوزارة العدل، وهناء كوركيس لوزارة الهجرة والمهجرين، إضافة إلى عبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة. وأكد عبد المهدي في الوثيقة المعنونة إلى رئيس البرلمان، أكد أنه حصل على ثقة مجلس النواب والمرجعية والشعب، ولن يترك ساحة الملدأ. ولقت قائمة المرشحين للوزارات رفض العديد من الكتل السياسية لأسماء معينة، حيث رفض نواب عن المكون المسيحي ترشيح هناء كوركيس لمنصب وزيرة الهجرة، مبينين أنها لا تمثل مكونهم. وبحسب وثيقة صادرة عن نواب للمكون المسيحي حصلت عليها الفلوج، أكد الاعتراض على ترشيح كوركيس ضمن حكومة عبد المهدي عن المكون المسيحي، حيث أوضح النواب في وثيقتهم أنهم لن يصوتوا على المرشحة لوزارة الهجرة والمهجرين خلال جلسة اليوم، عادين ترشيحها تهميشا لمكونهم. إلى ذلك، حذرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني مما وصفتها بالآثار السلبية على وحدة الصف الكردي في حال تهميش حزبهم وعدم إشراكه بالحكومة الحالية، مبينة أن وزارة العدل ضمن استحقاقها الانتخابي. وبحسب بيان الكتلة، فإنها طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالقيام بواجبه الدستوري في منح حزبهم استحقاقه الانتخابي وعدم الخضوع للضغوط، فيما دعا البيان الكتل السياسية النيابية للوقوف معهم خلال جلسة التصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية. يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد في وقت سابق أن وزارة العدل ضمن استحقاقه الانتخابي، وذلك بعد حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية، وأنه لن يتخلى عن هذا الاستحقاق. من جهته، حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي البرلمان من فوضى قد تصيب البلاد في حال عدم تمرير كابينته أو كابينة عبد المهدي الوزارية. وقال المالكي إن مجلس النواب أمام اختبار حقيقي، فإما أن يختار التصويت على الأسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفق سياقاته الدستورية، وإما أن أذهب نحو الفوضى بحسب تعبيره. هذا وأكدت اللجنة القانونية النيابية أن إبقاء الوزارات بالوكالة أمر مخالف للدستور، مؤكدة أنه لا يجب وبحسب القانون أن يتجاوز عمر الوكالة أكثر من 6 أشهر، في حين تجاوزت في الحكومات الماضية 3 سنين. وقالت عضو اللجنة بهار محمود إن المادة الدستورية تنص على أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابينته كاملة خلال 30 يوما من تكليفه، ولكن إلى الآن هناك 8 وزارات شاغرة، وهو أمر مخالف للدستور الذي لم ينص على تقديم نصف الكابينة، مضيفة أن الخلافات السياسية والمحاصصة الحزبية منعت عبد المهدي من إكمال كابينته. الآن ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الأخبار الصناعية عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف المحور السيد ظافر العني. سيد ظافر، مرحبا بك في حصادنا لهذه الليلة. لو سمحت، أهلا وسهلا. أهلا بك. ما هذه الفوضى في مجلس
النواب؟ من المسؤول عنها؟ لماذا لم تمرر الكابينة الوزارية؟ ما هي العراقيل التي تقف أمام الشعب وأمام ممثلين الشعب في هذه الجلسة تحديدا، وهي جلسة مصيرية الكل يعلم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك، لزميلتك ولمشاهدي قناة الفلوجة. يعني الحقيقة الوضع السياسي مضطرب جدا، وأنه يبدو أنه من الصعب حتى علينا إكمال الكابينة الحكومية. الذي يتحمل المسؤولية الجميع بما فيهم السيد رئيس الوزراء، يعني قدم وزراء لكنه لم يتشاور كثيرا مع الكتل السياسية بحيث يستطيع أن يضمن أن هنالك كتلة واضحة كبيرة تستطيع أن تدعم المرشحين الوزراء. وقدم يعني بعض الوزراء من يعني قدم وزراء عليهم اعتراضات، بعض الكتل لديها موقف. اما اذا تسالني عن الذي حدث في جلسه اليوم المسؤول عن نعم اكيد يعني هذا الاضطراب الذي حدث، هي الاخوان في كتله الاصلاح لا شك. وكانت يعني الطريقه التي اداروا بها موقفهم السياسي وعبروا به كانت بطريقه ربما غير يعني لا تنسجم مع التقاليد الديمقراطية على أقل تقدير. هذا إذا واحد يريد يعني يكون يعني لطيف في التعبير عن ما حدث. المشكلة الرئيسية يعني في اعتقادي أنه هنالك اليوم في العراق يعني في المشهد السياسي انقسام يكاد يكون مناصفة ما بين كتلتين كبيرتين وهما الإصلاح والبناء، بحيث يعني يتعذر احيانا يعني انه اليوم مثلا كان يعني تحقق النصاب لا شك انه كان هنالك نصاب، ونصاب يعني قارب ال 170، ولكنه حتى هذا النصاب كان نصاب يعني مهتز، يعني يطلعون اثنين او ثلاثه خارج القاعه يختل النصاب، يدخل واحد يكتمل النصاب. كان يعني التوازن هش وقلق يعني داخل القاعة البرلمانية. طيب نعم. السيد عادل عبد المهدي جاء وهو يعني يحمل قائمة من الأسماء للمرشحين الثمانية، ويقول بأنه يعني حصل على موافقة المرجعية ولا غبار على الأسماء، وبالتالي لا غبار عليهم من قبل ممثلي الشعب. هكذا يعني دخل السيد عادل عبد المهدي وهو يعني معه القائمة و السادة الوزراء المرشحون، من ثم ذهب. ماذا سيفعل الرجل برأيك بعد كل هذه المناكفات؟ يعني وما عليه إلا أن يقدمهم مرة ثانية. خما يعني تبقى الحكومة يعني أكثر من ثلث الحكومة الآن معطل بالتأكيد، يعني عليه أن يقدم. وأنا أعتقد أنه يعني مثل ما ذكر اليوم هو يعني سيقدم الوزراء نفسه مرة ثانية، ويجوز مع بعض التعديل الطفيف يعني وزير هنا وزير هناك. ولكن إذا إحنا بعض الوزراء مثلا حتى خلينا نتحدث عن إخواني في المحور، نعم إحنا بالمحور أيضا كان ربما ملاحظة على أحد الوزراء، ولكن شنو الخيار أمامنا سوى أن نذهب إلى جلسة مجلس النواب ونصوت بنعم او لا؟ يعني هذه نعم. الطريقه الوحيده يعني في الديمقراطيات عندما يتعذر التفاهم والتوافق حول شيء معين، يعني ما عندنا خيار اخر سوى ان نذهب الى التصويت. اليوم يعني سمعنا يعني الاخ نصار الربيعي وهو يعني قيادي كبير وله خبره ومهم في التيار الصدري، يعني يمجد منهج الفوضى في العمل البرلمان. وأنا أعتقد أنه إحنا إذا ذهبنا إلى هذا المنهج أنه يعني أنه أما كل شيء أو لا شيء، أو يعني تسمى المعادلة الصفرية، أنه أما أنه أنا أحصل على 100% وخصمي أحصل على صفر، هذا يعني لا تحدث هذه في الديمقراطية. طيب الجلسة أرجئت إلى يوم الخميس أستاذ ظافر، تسويات معقولة الجلسة أرجئت إلى يوم الخميس، ماذا سيحدث؟ ما الذي سيتغير؟
يعني هل ستعاد نفس الأسماء؟ هل يعني سيدخل السيد عادل عبد المهدي في وساطات لكي يرضي كتلة البناء؟ سيما وأنه يعني فور خروجه كان له لقاء مع السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد يانكوفيتش. يعني ستدخل أزمتنا الحكومية والوزارية يعني في يعني سياق التدخل الدولي في هذا الأمر؟ ماذا سيحدث جلسة الخميس؟ أم أن الفوضى ستبقى عارمة؟ لا، شوف، أنا أعتقد أنه يعني أنه خلال هذا اليوم يعني دقنا قوس خطر حقيقي، وأنه بدأت التصعيد في التصريحات، وإحنا صايرين يعني مع الأسف يعني دولة تغريدات. أنه العلاقات ما بين الكتل السياسية والقادة السياسيين تصير عبر التويتر والفيس وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنه يعني الصلة والتخاطب مقطوع يعني الشخصي والمباشر ما بين القيادات السياسية. عموما أنا أعتقد أنه إحنا اليوم في خانق ضيق يعني في العملية السياسية، والحقيقة أنه الدكتور عبد المهدي يعني إحنا نأمل منه أن يكون يعني أكثر حزما في تقديم الأسماء. يعني الرجل جاء وقدم لكن الفوضى منعت، سواء أنا كان يعني أنا يعني بعض حلفاء الدكتور عادل عبد المهدي أيضا هم الذين قاموا بذلك. أنا قلت لجنابك أنه يعني لا، الدكتور عادل عبد المهدي الدكتور في وضع لا يحسد عليه، يعني خصوصا بعد انه اليوم عندما جاء اتضح انه يعني جزء غير قليل من المشكله في البرلمان، وجزء اخر يتحمله هو. يعني بعض يعني الكتل السياسيه المهمه كان لها موقف من بعض يعني الترشيحات، وعليه قبل ان يصل الى قبه البرلمان عليه ان يتفاهم حولها بشكل جدي اكبر من ذلك. يعني تقصد استاذ ظافر بان حلفاء الامس خصوم اليوم داخل قبة البرلمان؟ يعني خصوم يعني شديدين يعني فيما بينهم الآن. يعني اللي صار إنه كتلة عندما صارت النواة ما بين فتح وسائرون، الآن الخلاف شديد حتى ما بين هذه النواة الصلبة ما بين فتح وسائرون. والحقيقة يعني الحيرة مو بس سياسية، الحيرة حتى عندي شخصيا، يعني إنه كيف انه مو سهل علي انه اقول ما هو المخرج الان. يعني ماكو الا المزيد من المشاورات، انه القيادات السياسيه تقعد تتفق وان تلجا الى التصويت داخل قبه البرلمان. اللي يزعل زعل سياسي لا باس، يجي يعبر عن زعله او رفضه من خلال يعني التصويت ببلال المرشح هذا او ذاك. طيب استاذ ظافر، هناك راي في الشارع العراقي أن افرض نعم هناك راي في الشارع العراقي يقول بان التدخل الايراني من جهه والتدخل الامريكي من جهه هو ضاغط اساسي على كل العمليه السياسيه. هل برايك هناك لاعب قوي سيقول للساده السياسيين العراقيين اجلسوا واختاروا فلانا ولا تختاروا فلان ولتنتهي هذه الفوضى؟ يعني الآن أحكي بأمانة، رغم أنه يعني كان واضح في ما بعد الانتخابات أنه الدور الإيراني أكبر بكثير من الدور الأمريكي في بعض المفاصل التي حدثت، ولكن بعض القوى السياسية حتى اللي محسوبة على قريبة أو صديقة لحكومة طهران الآن صارت لها مصالح خاصة، وصارت لها يعني إقطاعيات عائلية واقتصادية وسياسية. مو سهل بعد يعني حتى على طهران أن تضبط أصدقائها أو حلفائها في العراق. يعني عليها أن تمارس قدر كبير من يعني من السياسة، يعني أكثر بكثير مما كانت في السابق. الآن ربما القضية العقائدية في داخل المشهد السياسي العراقي
يعني أصبحت ضعيفة. الآن العامل الأكبر الذي قفز إلى السطح هو المصلحة، يعني سواء والبراغماتية، سواء المصلحة كانت شخصية أم حزبية يعني أم عائلية، أصبحت المصالح لها دور أكبر. يعني إحنا ما هذا يعني الدورة الرابعة مو مثل برلمان 2006 أكيد. اختلفت الأمور يعني 2010 انه اصبحت يعني القضيه الايديولوجيه والعقائديه قد توارت. طيب يعني سؤال اخير استاذ ظافر، خلف جبال المصالح. نعم. سؤال اخير، في جلسه يوم الخميس، هل يعني برايك سينجح السيد عادل عبد المهدي، وما هي يعني الورقه السحريه التي سيطرحها في جلسه يعني يوم الخميس القادم لكي يعني تحل كل هذه الأزمات؟ إذا يعني إذا أجى الدكتور عادل عبد المهدي من دون تفاهم واضح خلال هذه اليومين، أنا أعتقد أنه بقاء حكومته بأكملها بما فيها يعني السيد رئيس الوزراء سيكون محل شك. نعم. سيكون عمرها قصير للغاية. الآن يعني عدد مهم، قطاع كبير في البرلمان أصبح لديه موقف من السيد رئيس. البعض يعني البارحة رسالة السيد مقتدى الصدر كانت قاسية جدا. نعم. على الدكتور عادل عبد المهدي، أنه يعني ما صارت يعني بضعة أسابيع يعني من تشكلت حكومة عادل عبد المهدي، يعني أنه عدم حل هذه المشكلة سيضع الحكومة بأكملها. طيب. ربما في مهب الريح. إذن السيد ظافر العاني عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف المحور، كنت معنا بصوت وصورة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مراسلنا من بغداد الزميل فراس الدريمي. فراس، مرحبا بك في حصادنا لهذه الليلة، ما آخر المستجدات؟ ما الذي حصل في جلسة هذا اليوم؟ من المسؤول عن هذه الفوضى؟ نعم، يعني بالحقيقة هذا المشهد في مجلس النواب هذا ليس جديد، هذا مشهد يتكرر دائما في مثل هكذا جلسات تكون مصيرية، إما في تشكيل حكومة أو إما بسبب تمرير بعض قوانين المشاريع القوانين التي أيضا تتضارب مصالح الكتل السياسية فيما بينها حولها. أيضا دائما ما يختل النصاب، دائما ما ترفع جلسة البرلمان نصف ساعة وهذه نصف ساعة تتحول إلى ساعتين أو أكثر، وبالتالي يعني يعود النواب إلى قبة البرلمان وأيضا لا 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 يوجد نصاب. يعني حقيقة مشهد لربما كان متوقع منذ البداية. تحالف سائرون أكدوا بشكل واضح أنه لن يسمح بتمرير هذه الكابينة المتبقية في الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة السيد عبد المهدي، لا سيما الأربع وزارات الدفاع والداخلية والعدل والهجرة، أيضا لا سيما أن النواب الكرد أيضا أو الكتل الكردية منقسمة حول موضوع يعني هذه الوزارة، وزارة الهجرة وأيضا المكون المسيحي، مختلف ومنقسم حول المرشحة لأيضا وزارة العدل. وبالتالي يعني المشهد ليس جديد على العراقيين وليس جديد على العملية السياسية. أيضا يعني تأجيل هذه الجلسة لا يوم الخميس، أكد يعني التسريبات أكدت داخل قبة البرلمان أو في أروقة البرلمان من تحالف سائرون بأن سوف لن يكون جديد إذا بقيت نفس الأسماء وبقيت هذه الكتل المصرة على يعني جلب هذه الأسماء إلى قبة البرلمان. طيب، من سائرون ماذا يريدون؟ ما هي شروطهم فراس؟ يعني كانت الشروط واضحة منذ البداية بأنه حسب الاتفاق المبرم على تشكيل الحكومة والذي أتى بالسيد عادل عبد المهدي، بأن لا نائب يصبح وزير ولا وزير مجرب أيضا يعاد انتخابه كوزير أو ترشيحه كوزير في هذه الحكومة الجديدة، وأي شخصية أيضا لها
فصائل مسلحة ومرتبطة ولها قوات مسلحة أيضا لا يمكن أن تستوزر أي وزارة لا سيما الأمنية. خصوصا الخلاف حول السيد فالح الفياض هو بسبب أنه كان يشغل منصبا أمنيا الأمن الوطني والحشد الشعبي، وبالتالي السيد مقتدى الصدر والتحالف سائرون يصرون على عدم يعني ترشيحه لحقيبة الداخلية. طيب. نعود إلى جلسة اليوم، المشهد سوف يتكرر في جلسة الخميس إذا نعم. لم بالعودة إلى جلسة اليوم، جلسة اليوم من أين بدأت المواجهات والخلافات؟ نعم. يعني هناك أخبار تقول بأن المواجهات بين النواب بدأت في الكافيتيريا، من ثم يعني انتقلت إلى قاعة مجلس النواب. نعم، يعني بالحقيقة كان جميع النواب يجلسون في كافيتيريا البرلمان بانتظار يعني وصول السيد عادل عبد المهدي، وبعد أن وصل السيد عادل عبد المهدي ودخل إلى قبة البرلمان مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يعني بقي الكثير من النواب في كافتيريا المجلس، ولم يدخل إلا عدد ربما قليل لم يكتمل به النصاب، وبالتالي ما اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى نصف ساعة، ومن بعد هذه نصف ساعة تحولت إلى ساعتين بسبب الاجتماعات والمفاوضات المكثفة بين قادة الكتل السياسية مع رئيس البرلمان ومع السيد عادل عبد المهدي، لكنها جميع هذه المباحثات والتفاهمات لم تفضي عن شيء جديد. فراس، جلسة الخميس هل تضمنت رئيس المجلس هل تضمنت إعادة يعني طرح الأسماء الناقصة في الوزارات، أم أنها يعني ألغيت هذه المسألة من الجلسة المقبلة؟ يعني بالحقيقة لم يكن يعني هيئة الرئاسة لم تكن واضحة بأن رفعت الجلسة فقط إلى يوم الخميس، لم تحدد ساعة ولم تحدد جدول الأعمال ولم تقول بأن الجلسة المقبلة أيضا مخصصة لتمرير الكابينة الوزارية، بقي الأمر مبهما، وبالتالي ننتظر الخميس وأيضا ننتظر ماذا سيكون يعني ماذا سيحصل من مشهد آخر في ذلك اليوم. نعم. مراسلنا فراس الدريمي كنت معنا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. ينضم إلينا الآن مشاهدينا مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. أهلا بك سيد عدنان. كان معنا قبل قليل السيد ظافر العاني عضو مجلس النواب، وقال أو رجح أن تكون حكومة عادل عبد المهدي في مهب الريح ربما. ما رأيك بذلك بعد تطورات اليوم؟ هو الواقع السياسي يشير إلى أن حكومة عادل عبد المهدي أو السيد عادل عبد المهدي في وضع سياسي حرج جدا، لأنه الاتفاق الذي تم بين سائرون وفتح قد انفرط عقده اليوم وقد قبر اليوم في داخل مجلس النواب بعد أن قدم السيد عادل عبد المهدي القائمة التي لن توافق عليها سائرون ولن يوافق عليها السيد مقتدى الصدر بوجود السيد فالح الفياض. فإذا الاتفاق الذي جاء بسيد عادل عبد المهدي قد انفرط عقده ولا يمكن عودته إلا بعد مدة طويلة قد يحتاج إلى توافقات، هذه التوافقات مقرونة بقبول الطرف الآخر بالتنازل عن الأسماء التي رشحها السيد عادل عبد المهدي والتي فرضت عليه من قبل كتلة البناء. فإذا نحن أمام إشكالية سياسية، لكن أنا أعتقد اليوم السيد عادل عبد المهدي استلم زمام المبادرة في تقديري اليوم، يعني بعد تردد طويل وبعد نوع من التصريحات التي اتهمت السيد عادل عبد المهدي بالتردد وبالخضوع إلى سائرون وإلى كتلة فتح، أعتقد اليوم حرق المراحل في تقديري، كان يمكن أن ينتظر لحين حصول توافق لأنه حرق المراحل وقدم أسماء كابينته من أجل الحصول على التصويت داخل مجلس النواب بعد أن علم بأن كتلة البناء هي الكتلة الأكبر والقادرة فعلا على أن تشكل يعني الأسماء والأصوات القادرة على تمرير كابينته الوزارية. لا. هذا الذي حصل، لكن
في تقديري وتقدير كل السياسيين يقولون بأن هذه رسالة سياسية واضحة جدا بالمعترضين على تدخلات أو هيمنة السيد مقتدى الصدر على القرار السياسي. نعم، الآن ما هي الخيارات المتاحة أمام السيد عادل عبد المهدي إذا كان كما قلت حرق المراحل وهناك مأزق بعد انفتاق العقد بين الفتح وسائرون؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ الذهاب إلى كتلة البناء واضح جدا، هي الكتلة الأكبر التي شكلت الحكومة، وحسب القانون والدستور تكون الكتلة الأكبر هي مرشحها رئيس الوزراء. أعتقد هذا الطريق الوحيد، ولو أجد أن مثل هكذا السلوك سيعرقل نجاح عمل الوزارة، لأن هناك ستكون أيضا أقلية أكثرية موجودة مقابل كتلة البناء. يعني كتلة البناء إن كثروا 165 سيكون مقابلهم أيضا نفس العدد، أي بمعنى تكون حكومة عادل عبد المهدي حكومة دون دعم من مجلس النواب ودون إسناد من قبل النواب قادرين على تمرير مشاريعه. فإذا المسألة معقدة بعض الشيء على السيد عادل عبد المهدي. أما سقوطه في هذه الفترة أعتقد تحتاج إلى فترة طويلة. هو يقول في رسالته التي بعثها إلى اسمح لي سيد عدنان على استقالته. نعم سيد عدنان اسمح لي هنا بالمقاطعة، يعني هل سنعود إلى المربع الأول، يعني عندما ذوب مفهوم الكتلة الأكبر وتم التوافق على شخصية السيد عادل عبد المهدي؟ الآن الكتلة الأكبر تثبت أنها ما زالت موجودة وما زالت هي الحاكمة في العملية السياسية في العراق. هو حسب القانون والدستور يعني الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة من خلال مرشحها. ما تم الاتفاق بين الصدر وبين السيد عامري في مواصفات معينة كان الاعتماد يعني الحجة التي قدموها إلى مجلس النواب هي البناء، على أساس هي الكتلة الأكبر، يعني تم الاتفاق بهذا الشكل. فإذا الآن العودة إلى مرشحين كتلة البناء بهذه الصورة وعرضها، يعني السيد عادل عبد المهدي سيختار كتلة البناء كالكتلة الأكبر، هذا اللي سجل في داخل مجلس النواب على هذا الأساس. لكن أنا أقول هل ستستطيع الحكومة أن تمرر برامجها ضمن هذا الواقع السياسي الجديد؟ بالتأكيد عملية ستكون صعبة وليس من السهولة تمريرها بهذه الطريقة، لكن الطرف الآخر يريد فعلا أن يقلل من هيمنة سائرون والسيد مقتدى الصدر على القرار السياسي، واضح جدا من خلال حتى عادل عبد المهدي في رسالته يشير إلى هذا المعنى بأنه لا يريد أن يعرض نفسه إلى هزيمة الاستقالة ولا يريد أن ينهزم أمام أي مدعي يدعي بقبول الاستقالة. وهذه واضح الرسالة لمن يريد من سائرون أن يقول عليك أن تستقيل في حالة لم تستطيع أن تمرر كابينتك أو تفشل خلال 6 أشهر أو سنة. هذه رسائل واضحة، رسائل لوي أذرع، وبالتالي نحتاج إلى توافقات ليس للعودة للمربع الأول إنما لحل الإشكال الذي حصل اليوم داخل مجلس النواب. نعم سيد عدنان، بناء على جميع هذه المعطيات وإصرار كل طرف على رأيه، يعني السيد عادل عبد المهدي مصر على المواجهة ولن يستقيل كما كان يهدد سابقا، وسائرون مصرون على عدم تمرير الكابينة الوزارية بشكلها الحالي، ما هو السيناريو المستقبلي برأيك؟ والله هو السيناريو المقبل حقيقة أنه عادل عبد المهدي سيفرض يعني وجوده كمرشح للقائمة الأكبر. أعتقد العملية ستكون مع البناء بشكل واضح، سيصطفون بشكل قوي وهم يدعون بأن لديهم 176 نائبا، سيقفون مع السيد عادل عبد المهدي. والسيد عادل عبد المهدي عندما ذهب إلى مجلس الوزراء صرح تصريح يكاد يكون قطعي أنه سوف لا يقدم أي قائمة أخرى إلى مجلس النواب، أي هو مصر على هذا الرأي، وهذا الرأي يتطابق مع كتلة البناء التي تدعي بأنها تملك هذا العدد الأكبر. المرحلة القادمة، السيناريو القادم، أنه تتقدم نفس القائمة ويمكن تهدئة الأوضاع داخل مجلس النواب. نعم. من أجل تمرير هذه القائمة، هذا السيناريو المطروح حاليا، ليس هناك بديل. سيد عدنان، هل ستفرج الأزمة في الخميس المقبل أم أننا مقبلون على أيام قادمة وجلسات قادمة والحل ليس واضحا؟ يعني هل ستنتهي الأزمة في الجلسة القادمة؟ لا أعتقد ذلك، الفوضى واضحة، الفوضى عمت، والآن التغريدات أصبحت المتقاطعة، البعض يتهم الآخر، السيد نور المالكي دخل على الخط يهدد بالفوضى، وأيضا السيد نصار الربيعي دخل على الخط يهدد بالفوضى. فإذا نحن أمام إشكالية، لا نستطيع يوم الخميس ولا حتى الخميس القادم
أن يكون هناك نوع من التوافق يجب التهدئة والبدء بعمليات يعني الاتفاق من جديد على صيغة جديدة لطبيعة التحالفات بين السائرون. كذلك في نفس الوقت حتى السيد عبد المهدي لا يستطيع أن يدير ظهر على سائرون، هذه بالمناسبة شيء مهم، لا يستطيع أن يدير ظهر على سائرون لأنه سائرون يستطيعون من تحريك الشارع وأيضا يمكن يعرقلون الكثير من المشاريع داخل مجلس النواب. نعم، بالإشارة إلى التغريدات التي أشرت إليها سيد عدنان، يعني من تصريحات سائرون الأخيرة تصرح أن نهاية حكومة عادل عبد المهدي أو مؤشر نهاية حكومة عادل عبد المهدي قد بدأ، كيف تقرأ هذا التصريح؟ والله هذا التصريح فيه نوع من المبالغة والضغط على السيد عادل عبد المهدي، كان يجب أن لا يكون بهذه القسوة. وأن يتصور تصرف السيد عادل عبد المهدي وبيانه هو ردة فعل على البيان هذا، يعني بيان السيد مقتدى الصدر بالتأكيد كان موجه إلى السيد عادل عبد المهدي وفيه نوع من القسوة حسب ما أراه. وبالتالي السيد عادل عبد المهدي كشخصية يعني سياسية مخضرمة وعريقة لا يقبل مثل هكذا توجيهات بهذا الحجم، وبالتالي كان رده واضح بأنه لا ينهزم أمام الدعياء الطلب منه بالاستقالة. نعم، مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية. نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب العراقي. العراق الديمقراطي اليوم لا يدار بأسلوب الانقلابات. في موضوع آخر، بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية. وبحسب مكتب عبد المهدي فإن الأخير استقبل وزير الخارجية اللبناني في بغداد، والذي أكد بدوره على سعي بلاده لتوطيد علاقاتها مع العراق وأن تكون المرحلة المقبلة واعدة لتقديم كل ما يخدم مصلحة البلدين. وتعهد باسيل برفع سمات دخول العراقيين الراغبين بزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد عبد المهدي على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العراق بدأ يستعيد عافيته وموقعه وأن هناك استقرارا أمنيا وملاحقة لخلايا الإرهاب. وتلقى رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة من نظيره اللبناني ميشيل عون لحضور القمة الاقتصادية في بيروت. في رسالة نقلها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي يزور العراق حاليا. وقال باسيل: جئنا إلى العراق لتسليم دعوة لرئيس الجمهورية برهم صالح لحضور القمة الاقتصادية التنموية العربية في بيروت في كانون الثاني المقبل، مضيفا أن العراق ولبنان انتهيا من الإرهاب وهما يشكلان حكومتين جديدتين، فيما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبالأخص في مجالات السياحة والتجارة المتبادلة. إلى البصرة، حيث فرقت قوات الأمن تظاهرة لمحتجين أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة وأطلقت نيران كثيفة في الهواء، فيما رشق المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة. وذكر مراسل الفلوجة في البصرة أن قوات الأمن لحقت المتظاهرين بعد تفرقهم وسط المدينة، وكثفت القوات الأمنية وجودها في المناطق المحيطة بمبنى المحافظة. أدى ذلك إلى ازدحام شديد في حركة المرور في عدد من شوارع البصرة. هذا وأظهرت لقطات تداولها ناشطون بصريون أثناء احتجاجات اليوم انفعال محافظ البصرة أسعد العيداني على أحد المواطنين ومحاولته اللحاق به بعد نزوله من سيارته. وحاول أحد المتظاهرين التقدم نحو السيارة التي يجلس فيها العيداني أثناء سيرها وسط جهود حثيثة من عناصر أمنية لإبعاده. كيفكم؟
كيفك على كيفك على كيفك كيفكم على الدرع على كيفك على كيفك على كيفك ربما لا تحل المشاكل بهذه الطريقة يا سيادة المحافظ. إلى كربلاء حيث نظم العشرات من المحاضرين المجانيين في مديرية التربية نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة مطالبين بإلغاء قرار بحصر الدرجات الوظيفية في من يكون مسقط رأسه في كربلاء حصرا. المتظاهرون جفال عدوا قرار مجلس محافظة كربلاء عنصريا وظالما بحقهم ومخالفا للدستور، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بغيرهم من المحافظات الأخرى، حيث أنهم أمضوا سنوات عديدة وهم يقدمون المحاضرات في المدارس مجانا. احنا محاضرون مجاني في تربية كربلاء، اغلب المحاضرين خريجين قدماء وحاضرون مثل 4 سنوات 3 سنوات، وطبعا من جميع المحافظات ما نش هذا قرار مسقط الراس، ما يريد يشمل المحاضرين المجاني، احنا نريد سواسية تثبيت كامل. المطلب الوحيد هو التثبيت، حالنا حال باقي المحافظات. يعني شنو فرقنا عن باقي المحافظات؟ يعني صار لنا سنتين احنا ندرس مجاني، شنو يعني كلها عندها عوائل، كلها عندها اشغال، قال يعوف شغله وقاعد يثبت انه عنده طموح انه يثبت، يعني هاي صار سنتين على نفس الحاله. احنا عندنا مطلبين صراحه، مثل ما تعينوا ابنائهم وهم مسقط راسهم مو بالعراق اصلا، مثل ما فازوا اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس محافظه ومسقط راسهم مو كربلاء، ونعرفهم بالاسماء، السيد المحافظ مسقط راسه نجف وهو الان محافظ كربلاء واصلا ما اجى بانتخابات. احنا اليوم نطالب هذا القانون اللي هو مخالف للدستور حسب الماده 14 والماده 15 والماده 24 والماده 44، دستورنا مو دستورهم، لان هم اجوا بدساتير دول اخرى. نطالب بالغاء قرار التعيين على مسقط الرئيس، وبنفس الوقت تثبيت المحاضرين المجانين اللي تعبوا من سنوات. اما في ذي قار فقد تظاهر العشرات من اهالي ناحيه اورو امام مجلس المحافظه، وذلك للمطالبة بإقالة مدير الناحية وحل المجلس البلدي على خلفية تردي واقع الخدمات هناك وعدم شمولهم بالتعيينات الأخيرة في مديرية التربية. واشتكى أهالي الناحية من دمج الدرجات التي كانت مخصصة لهم مع قضاء الناصرية مركز المحافظة، فيما أعربوا عن استياء شديد من مدير الناحية كريم هاشم الذي وصفوه بالمتربع على عرش الفساد منذ 14 عاما، في إشارة إلى تورطه بحرمان الناحية من فرص التعيين. وطلب الأوريون بوضع حد لما أسموه استهتارا بحياتهم بسبب إهمال المسؤولين للناحية التي يبلغ تعدادها 190 ألف نسمة والتي تشهد ترديا في الخدمات بشكل كبير. نطالب بإقالة مدير الناحية الفاسد، أنا أريد يودي لقوامة مثل ما ودى قوامة للبقية، أنا أريد يودي لقوامة فاسد حرامي بايق. الشارع مال ناحية أور لا يصلح للاستخدام البشري، مع احترامي لأهالي ناحية أور، شارع ناحية أور لا يصلح للاستخدام البشري، جسر مفلش 14 عام لم يبلط شارع، لم يعمل مجاري، لا ماء لا كهرباء، هذا مدير ناحية له فاسد فاسد فاسد. نطالب بحقوقهم بعد أن دمجت حقوقهم مع قضاء الناصرية 130 درجة ولا درجة، الله أكبر عليكم يا مسؤولين، نريد واحد يطلع لنا 190 ألف نسمة ما بيها واحد بالتعيينات، 2000 أكثر من 2000 درجة وظيفية، وإحنا ضمن القانون والدستور احنا نطالب بحقوقنا بإقالة المجلس البلدي ومدير الناحية بعد ان فرطوا ووافقوا على دمج ناحية أور مع قضاء الناصرية. هذه المرة الى كركوك حيث تظاهر عدد من الفلاحين واصحاب الاراضي والذين لم تدخل اراضيهم ضمن الخطة الزراعية. وبين المتظاهرون انهم بعد ان استعادوا اراضيهم التي سلبت منهم واعطيت للمتعاقدين مع الدولة بموجب سندات الطابو التي يملكونها، عاد المتعاقدون اليوم مطالبين باستملاك الاراضي واخذها منهم، فيما قررت المحكمة الاتحادية ان الارض لاصحابها الاصليين على الرغم من رفض محكمة كركوك القرار الاتحادي، الأمر الذي جعل من أراضيهم مناطق خلاف لا يمكن إدخالها ضمن الخطط الزراعية.
أراضينا ما شريت، كونها جاي كتاب من بغداد، الأرض المستملكة والمطفية ما لها خطة إلى أن تنحسم، ما جاي أحد يحسمها. المحكمة الاتحادية فايق زيادة رئيس المحكمة يجلس كتاب المحكمة تستنى في كركوك، يقولهم يا كلها مشمولة بالمدي 40 والعقود ملغية، هذا يقولون لا ما ملغي العقود، وظلت الشغلة لا هاي ولا هاي. قعانا من 2003 احنا اهل الطابية اخذنا قعانا، من صار السقوط رجعوا كل من قعوا، وهسه اهل العقود يطالبون بإعادة عقودهم. احنا موضوعنا اكبر من موضوع الخطة الزراعية، هنا حسب الماء اللي تشوفه بالكتاب إلا أن محكمة استئناف كركوك لم تطبق القرار أعلاه، هذا هو قرار من رئاسة الجمهورية لتطبيق الفقرة 4 من مادة 140، هو هذا أصل الموضوع أستاذ، هذا تصوره بشكل صحيح. إحنا نطالب بتنفيذ قرار، أكو قرار سماوي رب العالمين، القرآن هو الدستور، لا يسمح لأي واحد يتعدى يأخذ أرض الآخر، وأكو قانون أرضي بعد 2003 دستور يعني مال البشر صنعه، فهذا لا الله يقبل دستور سماوي ولا هذا هو القرار اللي هو الدستور 2003 يقبل باستملاك أراضي العالم. مشاهدينا النشرة مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. المديرية العامة للجمارك تلغي النقاط الجمركية بين محافظتي كركوك ونينوى وإقليم كردستان. أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن موجة من الأمطار ابتداء من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، مؤكدة احتمال حدوث سيول في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة. وقالت الهيئة في بيان لها إن منخفضا جويا تأثر به العراق جعل من الطقس يوم الثلاثاء غائما في المناطق الشمالية، ذلك مع تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج في المناطق الجبلية. أما المناطق الجنوبية فطقسها غائم، ويكون طقس المناطق الوسطى غائما مع أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة. وجهت المديرية العامة للجمارك بإلغاء النقاط الجمركية في محافظتي كركوك ونينوى مع إقليم كردستان. وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة الفلوجة، فإن مديرية الجمارك في المنطقة الشمالية وجهت بسحب الموظفين في نقطة جمارك فايدة الموجودة بين نينوى وأربيل، ونقطتي شيراوة وشيلان الموجودتين بين كركوك ومحافظتي السليمانية وأربيل. ومن جهة ثانية قال محافظ كركوك أن إيقاف العمل في النقاط الجمركية لم يسر حتى الآن نظرا لعدم وصول كتاب رسمي إلى المحافظة. في نينوى أقدم مسلحو تنظيم داعش على قتل أحد وجهاء عشيرة الببدران بعد اقتحام منزله في قرية جنوب الموصل مرتدين زيا عسكريا. وقال مراسل الفلوجة إن عناصر داعش تسللوا إلى قرية العمريني جنوب الموصل واقتحموا منزل الشيخ راغب عبد الهادي البدراني أحد وجهاء عشيرة الببدران، واقتادوه إلى الخارج ثم أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا في الحال. صورة جديدة من صور عودة الحياة في الموصل تعيدها 5 حافلات حديثة للنقل العام بعد غيابها عقدين من الزمن عن شوارع المدينة، في خطوة أفرحت الأهالي الذين طالبوا بزيادة أعداد الحافلات وتوزيعها على جميع خطوط النقل. محمد السالم والتفاصيل. بعد غياب دام نحو 20 عاما، حافلات النقل العمومي تعود إلى شوارع مدينة الموصل. 5 حافلات بدأت تجوب شوارع المدينة أعادت لأذهان الأهالي ذكريات جميلة لأيام قد خلت. 5 حافلات كدفعة أولى، وإن شاء الله سنغطي نينوى بحافلات مكيفة وحديثة بأسعار 500 دينار لداخل مدينة الموصل من مركز المدينة إلى منطقة سكناهم. هذه الخطوة لاقت ترحيبا وإقبالا من السكان الذين عبروا عن سعادتهم بتفعيل النقل الحكومي داخل المدينة،
مطالبين بزيادة أعدادها وتوزيعها على جميع خطوط النقل. احنا استبشرنا خير بوجود هذه السيارات في شوارع الموصل. طبعا احنا لنا ذكريات جميلة، وكل الشعب الموصل ولا بالعراق كله هو ذكريات جميلة مع مصلحة نقل الركاب. هي فقط شيء كويس جميل، يعني أن يكون بالمدينة أكو سيارات وتنقل بنقل العام وميسر لنا بشكل مريح وبشكل جميل وبشكل حضاري. أصحاب باصات النقل الأهلية أو ما تعرف باسم الكيات أبدوا مخاوفهم من تأثير هذه الحافلات على رزقهم، كونها حديثة طراز ومكيفة على عكس حافلاتهم المتهالكة. جاي يجون قدامنا يشيلون نفراتنا ويمشون، الناشد الهيئة أنه تسوي لنا قصة حل لهاي الشغلة. احنا على باب الله ورزقنا على الله وعلى هالكيات هاي، يعني احنا عندنا قصد وعندنا إيجار، وين نطي وجهنا؟ خطوة جديدة نحو تطوير واقع النقل في نينوى تعطي أملا للأهالي بغد أفضل بعد ماض كان مختنقا بغبار الحرب. من الموصل محمد سالم، قناة الفلوجة. ختام النشرة مشاهدينا وتذكير بالعناوين. خلافات ومشادات داخل البرلمان تتسبب بتأجيل التصويت على إكمال الكابينة الوزارية. عبد المهدي يحمل البرلمان مسؤولية عرقلة تمرير الوزارات ويؤكد لن نقدم قوائم وزارية جديدة. اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بعرقلة تمرير الكابينة الوزارية وتحذيرات من فوضى مقبلة. نار التظاهرات في البصرة تشتعل من جديد، والقوات الأمنية تفرق احتجاجات أمام مجلس المحافظة بالقوة. لهذه الأخبار ولغيرها يمكنكم زيارة الفلوجة دوت تي في ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى فيسبوك تويتر يوتيوب وإنستغرام. في رعاية الله، إلى اللقاء. We'll be right back.